خدعوه. السيد كان شوف كان مريح في مرو كان لاباس عليه، كان يخدم في ليزين تاعو، عنده ليزين تقليديه باش نتفاهموا في القنيطره. كاين ناس بزاف شافوها تقليديه ما كانش. جي انت تقول له ادخل وتزامش مليحه وسي فري ما كانش مليحه بزاف انا ذاك. فهمت؟ هو على بالك كاينه واحد الهضره سمعناها يقولوا باللي السبب الكبير اللي خلاه اللي قتلوا السبه اللي قتلته هو يقولوا باللي يعني شوف هضره مش قادر نقولها بصح نقولها لك. قولها. قال لك باللي خان الجزائر للمروك. المعروف ان العداوه بين المغرب والجزائر موجوده منذ سنين وسنين، لدرجه ان الاغلبيه فينا من النهار اللي وعى فيه على هاد الدنيا هادي وهو كيعرف ان العداوه والحرب والصراع كاينه بين هاد جوج ديال الدول. لكن انا اليوم اخواني ما جيتش باش نهضر لكم على هذا الخلاف بين المغرب والجزائر وعلى الاصل ديالو امتى بدا، وانما جيت نشارك معكم قصه واحد الرئيس جزائري اللي على شويه كان غادي يكون هو السبب في نهايه الصراع هذا بصفه نهائيه. الرئيس الجزائري اللي كان صديق عزيز على الملك الحسن الثاني واللي عشق المغرب وبغاها واعتبرها البلد ديالو الثاني، وفي المقابل بغاوه المغاربه وكنوا ليه واحد الحب عظيم. الرئيس الجزائري اللي اعترف بان الصحراء مغربيه وان البوليزاريو مجرد مرتزقه وميليشيات اللي ما عندهم لا ارض لا وطن، وكان ناوي انه ينهي هذا الصراع الجزائري المغربي بالمره ويبدا صفحه جديده مع المغرب واللي غادي تكون كلها اتحاد والتحام وتآزر. لكن اخواني هذا الشيء ما غاديش يكون، والسبب هو انهم فاش عرفوه انه باغي يصلح الامور مع المغرب ويعترف بمغربيه الصحراء غادي يصفيوها ليه بدم بارد. اليوم سيداتي سادتي غادي نشارك معكم قصه محمد بوضياف الرئيس الجزائري المغرم بالمغرب. فشكون هو محمد بوضياف وشنو هي قصة الحب دياله للمغرب والمغاربة وشنو علاقته بالملوك ديال المغرب الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكيفاش وصل للرئاسة ديال الجزائر بالرغم من انه كان معارض قوي ديال العسكر، وشنو هي حقيقة اعترافه بالصحراء المغربية، والسؤال الاهم شكون اللي صفاها لمحمد بوضياف وشنو هو السبب الرئيسي اللي خلاهم انهم يغتالوه، وشنو هي قصة الرحلة الاخيرة ديالو من المغرب للجزائر فاش كان راجع وهو عارف متيقن انه متجه للهلاك والخاتمة ديالو، والعديد من الاسئلة واحدة اخرى اللي غادي نجاوبوا عليها في هذه الحلقة هذه. فاللي عليكم اخواني واذا كنتم مهتمين بمشاهدة هذه الحلقة هذه انكم تشدوا شي بلاصة اللي فيها سكاتو الكال وتتبعوا معايا الفيديو تاع الاخر. ايضا ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه هي اول مره كتشوفوني فيها وعجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد، تابعوني في الانستغرام اللي هو هذا، ونتوكلوا على بركه الله. يونيو 1919 غادي يتزاد محمد بوضياف في منطقة المسيلة في الشرق ديال الجزائر. محمد نقدر نقولوا انه انتمى لواحد العائلة اللي هي من اشهر العائلات في الشرق ديال الجزائر انذاك، الا وهي عائلة بوضياف. وحيت الجزائر في هذه الفترة كانت مستعمرة فرنسية فغادي يقرا ويتكون بوضياف في المدرسة الفرنسية وغادي ينضم للجيش الفرنسي، ماشي بخاطره طبعا وانما وكجميع الشباب ديال الجزائر انذاك. بوضياف كان مرغوم انه يخدم المستعمر ويحارب لصفه ويدافع على المستعمرات ديالو في العالم. وسنه 1942 وبسبب اندلاع الحرب العالميه الثانيه غادي يشارك محمد بوضياف في واحده من اشهر المعارك ديال ذاك الفتره الا وهي معركه مونتي كاسينو، اللي الاغلبيه ديال الجيش الفرنسي فيها كانوا مغاربة وجزائريين وتوانسة وأفارقة. والسبب اللي كان كيخلي هاد الناس يشاركوا مع فرنسا في الحروب ديالها أولا حيتاش كانت كترغمهم على هاد الشيء هذا، وكانت كتاخذهم بالقوة وكتخوفهم بالألمان وكتقول ليهم إذا ما حاربتوش معايا راه غادي يجي هتلر ليكم وغادي يحتل وينهب الثروات ديالكم، على اساس هي كانت كتزرع عليهم الورد. وثانيا كانت كتوعدهم بالوهم وكتقول لهم انها غادي تحميهم وغادي تمنح ليهم الحرية ديالهم، وأهم حاجة كانت كتوعدهم بها هو الاستقلال، وكأنها كانت كتعمل لهم الابتزاز، أنا جيت احتليت الأرض ديالكم بالقوة، وأنتم غتمشيو تحاربوا معايا، وفي المقابل غادي نعطيكم الحرية والاستقلال ديالكم، واللي كانت غير كذبة طبعًا، ما كاين لا استقلال لهم يحزنوا. فمن بعد الحرب العالمية الثانية، وفاش شافوا الجزائريين أنه ما كاين لا حرية لا استقلال
لا والو، بل على العكس اللي كان فيهم كيقاوم وكينتاف ضد فرنسا كانوا كيخسروا عليه رصاصه واحده وكيقتلوه، خصوصا في المظاهرات ديال سنه 1945 اللي وقعت في الجزائر، واللي كان الهدف الرئيسي منها هو المطالبه بالحريه والاستقلال. لكن فرنسا هنا غادي تقمع هاد المظاهرات هذه بابشع طريقه، وغادي تواجه المتظاهرين بسلاح، وغادي يستشهد اكثر من 45 الف جزائري، هادو بلا مليون ونص شهيد اللي كانت هي السبب في الموت ديالهم. فهاد الاحداث هذه غادي تكون هي السبب الرئيسي في قيام وولاده الثوره الجزائريه. وهنا كاع دوك الجزائريين اللي كانوا كيحاربوا مع الجيش الفرنسي غادي يلتحقوا بالحركه الوطنيه الجزائريه، وغادي يرجعوا ضد فرنسا وضد النظام الفرنسي، ومن بينهم البطل ديال القصه ديالنا اليوم محمد بوضياف، اللي غادي ينضم هو الاخر للحركه الوطنيه الجزائريه، وينخرط في حزب الشعب الجزائري، اللي كان المطلب ديالو الاسمى انذاك هو الاستقلال. طبعا فرنسا هنا غادي تحاول انها تدارك الموقف، وغادي تخدم العنف والقوه، وغادي تصفيها لكاع الناس اللي كينتفضوا ضدها، وغادي تعتقل منهم المئات، وغادي تحكم عليهم بالحبس. ومحمد بوضياف وحيتاش ما لقاتش القبض عليه غادي تحكم عليه بالحبس غيابيا جوج ديال المرات، لانه في هذه الفتره اللي كان فيها روشيرشي في الجزائر غادي يغادر البلاد في اتجاه فرنسا، لكنهم غادي يلقيو عليه القبض تما، وغادي يدوز مده في السجون الفرنسيه. ومن بعد وبالضبط سنه 1954 غادي يتم الافراج عليه، وغادي يرجع للجزائر. هنا ومن بعد ما مات اللي مات وتعتقل اللي تعتقل من المقاومين واعضاء الحركه الوطنيه، غادي يلتقي محمد بوضياف بثمانيه ديال الاشخاص واحدين اخرين، واللي غادي يوليو مع بعضهم من بعد هم القاده المشهورين والتاريخيين ديال جبهه التحرير الوطنيه، اللي من بعد ما استعصى عليهم الحال في تحرير البلاد بواحد الشكل اللي هو سلمي، غادي يقرروا انهم ينفذوا الخطه بي، واللي كتقول اشعال ثوره مسلحه ضد التواجد الفرنسي في الجزائر. وسنة 1956 غادي يتم انتخاب محمد بوضياف عضو في المجلس الثوري للثورة الجزائرية، وحيت ولحسن الحظ المغرب في هذه الفترة كان خدا الاستقلال ديالو من فرنسا، فغادي يعمل الملك محمد الخامس البلان ديال تحرير الجارة الجزائر من الأولويات ديالو. ومباشرة من بعد ما خدا المغرب الاستقلال ديالو غادي يتواصل شخصيا مع الزعماء والقادة ديال جبهة التحرير في الجزائر، وغادي يدعمهم بالمال وبسلاح وبجميع اللوازم والمتطلبات لتحرير الشعب والأرض الجزائرية، واللي كانت بالنسبة له هي واحد البلد ثاني ديال المغاربة، واللي كيعتبرها جزء من المغرب والمغرب جزء منها، وأن المغرب والجزائر هم واحد جوج دول اللي كيكملوا بعضهم، واللي كيتطابقوا وكيتشابهوا في بزاف ديال الحاجات. محمد بوضياف على حسب الكلام ديال الصديق المقرب ديالو علال التعلبي، كان كيشرف شخصيا على العمليات ديال استلام الأسلحة والذخائر من عند الجيش المغربي في الحدود في وجده، والرئيس الجزائري السابق احمد بن بلة هو الاخر، وفي احد اللقاءات التلفزيونيه غادي يقول ان المغرب والملك محمد الخامس كان عندهم دور كبير بزاف في دعم المقاومه الجزائريه، وانهم كاعضاء جبهه التحرير الجزائريه مستحيل ينسوا الفضل ديال الملك محمد الخامس عليهم في الفتره ديال الاستعمار، حيت كان كيدعمهم بالمال والسلاح وكيعطيهم خطط عسكريه للدفاع والهجوم وكل شيء. محمد الخامس كان موقفه من اروع ما يكون. طيله سجلت سجننا وحتى خرجنا سجننا وشفته بعدين كان موقفه رائع، مع يعني فيما يخص القضيه الجزائريه كان موقفه من اروع ما يكون. طيب الان وانتم في السجن وكل لكم محامين، كان واحد منهم كان مغربي؟ كان واحد منهم مغربي، هو عبد الرحمن يوسف الان رئيس الوزراء. نعم كان هو المحامي الخاص. كان اخر هو من اصل جزائري، كان مستشار الملك اسمه شرقي، هذا الرجل عنده مقدره هائله في المحاماه، يعني رجل رائع، يعني محامي من طراز رفيع، وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك محمد الخامس. محمد الخامس، محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟ اي نعم. ثم وقت الثورة الإخوة المراكشين والله كانوا في جنبنا يعني، وعملوا المستحيل يعني في والملك محمد الخامس لن ننسوا أبدا، ما في جزائري اللي ينسى يعني، يذوب بيض علينا. وفي نفس العام اللي هو 1956 وبالتحديد في اكتوبر، غادي يتم عقد واحد القمه مغاربيه في تونس لمناقشه الجهود النضاليه ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقه، ومن المشاركين في هذه القمه هذه الزعماء ديال جبهه التحرير الجزائريه، واللي كانوا هما محمد بوضياف وحمد بن بلة، محمد خيدر والحسين ايت حمد ومصطفى الاشرف. هاد الخمسه هادو وقبل ما يمشيو لتونس
غادي يستدعيهم الملك محمد الخامس أنهم يزوروه في المغرب لمناقشة مسألة النضال والتحرير وإمكانية قيام الثورة. بحكم أن الملك محمد الخامس ومن خلال داكشي اللي دوس راه عنده تجربة كبيرة في هادشي هذا ويقدر يعطيهم نصائح اللي تكون من ذهب بالنسبة ليهم. هذا من جهة، ومن جهة واحدة أخرى الملك محمد الخامس كان حريص أشد الحرص على إمكانية تحرير الجارة الجزائر في أقرب وقت وطرد المستعمر الفرنسي، وكان مطالع على هذا الملف هذا أولا بأول. المهم فعلا غادي يجيو هاد القادة الخمس المغرب وغادي يضيفهم الملك محمد الخامس عنده وغادي يناقش معهم جميع القضايا المتعلقة بالمقاومة والتحرير، وغادي يأكد لهم أنه معهم وواقف بجنبهم إلى أن ينالوا الاستقلال ديالهم إن شاء الله. ومن بعد ما سال هذا اللقاء هذا غادي يتاجهوا من مطار الرباط سالة الدولي وعلى متن طائرة مغربية لتونس باش يحضروا في ذاك القمة اللي كانت منعقدة هناك. لكنهم وخلال الرحلة ديالهم وفاش كانوا في السماء غادي يتم اعتراض الطائرة ديالهم من طرف السلاح الجوي الفرنسي، لأن المخابرات الفرنسية كانت متعقبة جميع التحركات ديالهم، وبالتالي غادي يقوموا باختطاف الطائرة ديالهم. الربان المغربي اللي كان كيسوق الطيارة هذه وفاش شاف راسه أنه محاصر في السماء غادي يبلغ السلطات المغربية بالخبر واللي غادي يعطيوه أمر أنه يرجع للمغرب. لكنه غادي يجيه تهديد من الفرنسيين بأنه إذا رجع للمغرب أو لا كمل في طريقه لتونس فغادي يطلقوا عليهم النار وغادي يفجروا هذه الطيارة هذه في الجو. وفعلا وفي بلاصة ما تنزل هذه الطيارة هذه في تونس كيف ما كان متوقع غتنزل في مطار الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر واللي كان أنذاك باقي تحت السيطرة الفرنسية، وتما غادي يتم إلقاء القبض على هاد الزعماء الخمس من طرف السلطات الفرنسية وغادي يتم نقلهم لباريس فين غادي يتحبسوا في السجون الفرنسية. كاين بعض الجزائريين اللي لا علاقة لهم بالتاريخ وبمجريات التاريخ كيقولوا أن المغرب هو اللي بيع بهاد القادة الخمس، لكن هاد الكلام هو واحد الكلام خاوي وما عنده حتى شي صحة أو شي إثبات، فما يمكنش المغرب يبيع بهم لفرنسا وفي نفس الوقت يزودهم بسلاح باش يحاربوا فرنسا ويقتلوا الجنود الفرنسيين. وحنا كنعرفوا مزيان ان فرنسا كانت رافضه وبقوه الدعم ديال المغرب للجزائر، بل وشحال من مره هذا الدعم هذا جبد ليها الصداع، وحتى الصحراء الشرقيه المغربيه اللي خسرها المغرب كان السبب ديال الخساره ديالها هو الدعم المغربي للجزائر. وهنا كتعرف وكتيقن التضحيه اللي كان كيقدمها الملك محمد الخامس الله يرحمه للجزائر والمقاومين ديال الجزائر. لذلك هاد الناس اللي كيقولوا ان المغرب هو اللي بيع بهاد المقاومين الجزائريين راه السبب الرئيسي من الكلام ديالهم هو انهم شعلوا الفتنه بين الشعبين. وكان سبق لي عملت فيديو مفصل اللي هضرت فيه على هاد الاختطاف هذا واللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو هنا الفوق اذا بغيتوا تعرفوا تفاصيل اكثر. المهم ومن بعد اكثر من 6 سنين اللي دوزوها هاد القاده الجزائريين في السجون الفرنسيه غادي يجي عام 1962 العام اللي غادي تحرر فيه الجزائر وتعلم فيه للاستقلال ديالها، وبالتالي غادي يتم اطلاق السراح ديال هاد المعتقلين هادو وديال جميع المعتقلين الجزائريين اللي كانوا في السجون الفرنسيه واللي من بينهم قلنا محمد بوضياف واحمد بن بلة اللي غادي يستلم رئاسه الجزائر وغادي يكون هو اول رئيس ديال الجزائر من بعد الاستقلال. وبالرغم من ان محمد بوضياف كان واحد صديق مقرب ديال بن بلة وعاش معاه الحلوه والمره وكان زميل ديالو في جبهه التحرير ودوز معاه الحبس، الا انه غادي تنشب بيناتهم خلافات حاده من بعد الاستقلال، الشيء اللي غادي يخلي بوضياف انه يخرج من جبهه التحرير في سبتمبر 1962 ويأسس واحد الحزب خاص به ديال المعارضه واللي سماه حزب الثوره الاشتراكيه. فغادي يزيد يكبر هذا الخلاف بين بن بلة اللي كان هو الرئيس ديال الجزائر وبين محمد بوضياف وغادي تختلف في الاراء والافكار ديالهم، الشيء اللي غادي يخلي احمد بن بلة انه يعطي الامر لاعتقال محمد بوضياف، بل اكثر من هذا الشيء هذا غادي يتحكم عليه بالاعدام بتهمه زعزعه الامن والاستقرار ديال الدوله. لكن وبسبب وساطه بعض المقربين من بوضياف اللي غادي يتدخلوا بخيط ابيض في الامر هذا، وبسبب ان بوضياف كان عنده تاريخ حافل بالنضال والمقاومه، وبسبب انه كان واحد من القاده ديال جبهه التحرير اللي رسموا الخطوات الاولى ديال الاستقلال، غادي يتم اعاده النظر في الحكم اللي توجه ليه وغادي تبطل جميع التهم الموجهه ليه وغادي يتم الافراج عليه من بعد شهور قليله من السجن ديالو. لكن في المقابل غادي يتم نفيه خارج الجزائر وغادي يتمنع من انه يمارس النشاطات السياسيه مره اخرى. وبالفعل ومباشره من بعد ما تم الافراج عليه غادي يخوي الجزائر في اتجاه اوروبا فين غادي يدوز شي شهوره في فرنسا وسويسرا، ومن بعد غادي يختار انه يدخل للمغرب
فين غادي يساقر هو والعائله ديالو. ومن بعد ما تغرم بهاد البلاد وبالناس ديالها وبالملك ديالها اللي رحبوا به احسن ترحيب واللي ما شاف منهم غير الخير والاحسان، غادي يسكن محمد بوضياف في مدينه قنيطره وغادي يستقر فيها وغيدخل المجال التجاره وغينشا واحد المقاوله خاصه ديالو لانتاج مواد البناء وغادي يبعد نوعا ما على المجال السياسي. لكنه مع ذلك بقى متبع الاوضاع في الجزائر عن بعد وكان دائما كيعبر على الاراء والمواقف ديالو على شنو كيوقع في الجزائر وكيكتب الكتب والمقالات ديالو على تجربته في المقاومه وفي السياسه. وفعلا غادي يدوز اعوام واعوام وهو في المغرب وغادي يكون صداقات عديده مع المغاربه وغيعتبر المغرب هو البلد الثاني ديالو. وفي اواخر سنه 1978 ومن بعد ما مات الرئيس الجزائري هواري بومدين غيتم تنصيب شادلي بن جديد رئيس ديال الجزائر في مكانه واللي غادي يقوم باجراءات واصلاحات عديده. لكن اغلبيه هذه القرارات هذه غادي يتم انتقادها ورفضها بقوه من طرف الشعب الجزائري خصوصا من طرف الامازيغ في منطقه القبائل اللي غادي يتهموا النظام ديال شادلي بن جديد بلاش سياسه التعريب وتهميش اللغه والعادات والاعراف الامازيغيه. فغادي توقع مظاهرات واضرابات عديده في الوسط الجزائري واللي غادي تبدا من عند الطلاب الامازيغ. هنا شادلي وفاش شاف هترونات غادي يضطر انه يطيح الارض ويقدم تنازلات ويعطي حقوق للامازيغ. لكن هنا غادي تنوض له فئه واحده اخرى ديال الشعب واللي هما الاسلاميين، بحيث غادي تنوض جماعات عديده ديال الاسلاميين في الجزائر واللي غادي يرفضوا هاد التنازلات هذه وغادي يتهموا شادلي بن جديد وغادي يقولوا انها ضد القوميه الجزائريه ومناهضه للعروبه والاسلام، واللي بدورهم غادي يخرجوا للشوارع الجزائريه ويقودوا مظاهرات واحتجاجات عديده ضد النظام. هنا النظام ديال شادلي بن جديد غادي راسو في ورطة وفي مأزق كبير بين الأمازيغ من جهة وبين الإسلاميين من جهة واحدة أخرى، واللي زاد الطين بلة كيف ما كنقولوا هي الأوضاع الاقتصادية المزرية اللي كانت كتعيشها الجزائر في هذه الفترة واللي كانت كتزيد تتأزم نهار بعد نهار. كيف العادة النظام ديال شادلي بن جديد وباش يهدن الأوضاع في البلاد غادي يقرر أنه يطيح الأرض وغادي يقوم بتعديلات دستورية فورية عدة أبرزها أنه غادي يعترف رسميا بالحزب ديال الإخوان المسلمين اللي هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغادي يسمح ليهم أنهم يشاركوا في الانتخابات التشريعية اللي كانت سنة 1991 كدليل على تحقيق العدالة والديمقراطية في الجزائر واننا نعطيهم لكل ذي حق حقه واللي بغى شي حاجه يصوت عليها. لكن المفاجاه والصدمه الكبيره ديال شادلي بن جديد وديال العسكر اللي هما اللي كيسوقوا البلاد من زمان كيف ما هو معروف هي فاش غادي يتم الكشف على النتائج ديال الجوله الاولى ديال الانتخابات وغادي يتبين ان الجبهه الاسلاميه للانقاذ متفوقه على الحزب الحاكم اللي هو جبهه التحرير الوطني بمراحل عده. وهادشي بالرغم من ان العسكر كادوا المكائد ديالهم وعملوا القوالب ديالهم باش الاسلاميين ما يفوزوش بعد الانتخابات هذه، لكن العكس هو اللي كان. السبب اللي غادي يخلي العسكر انه يلغي هاد الانتخابات هذه بالمره من الجوله الاولى ديالها ويعلن السيطره ديالو على البلاد. واكثر من هادشي غادي يتم حظر الجبهه الاسلاميه للانقاذ بصفه نهائيه وغيتم اعتقال الالاف ديال الاعضاء ديالها، ومشات الديمقراطيه ومشات معها العداله الاجتماعيه في مهب الريح. وما كاين لك طعم في بنادم، غيخرج الجيش للشوارع وغادي يبدا يطيري من الطرف، اي واحد عنده لحيه او لابس شي جلابه ولا شي فوقيه يا اما كيطيريو فيه ولا كيقوموا بالاعتقال ديالو، بل وصل بهم الحال لانهم كانوا كيبقاو عصرين قدام المساجد مع الفجر، واي واحد شافوه كينوض يصلي الفجر كيقوموا بالاعتقال ديالو، الشيء اللي غادي يخلي الاسلاميين في الجزائر يحقدوا وينتفضوا ويقودوا حمله مسلحه ضد الحكومه الجزائريه وضد العسكر وضد اي واحد وقف في طريقهم. وهنا غتشهد الجزائر حرب اهليه خبيثه مدمره واللي تسمات بالعشريه السوداء، وغيرتفع صوت الرصاص في الشوارع الجزائريه ويبداو الارواح كيسقطوا بالعشرات. هنا ومن بعد ما ولات الجزائر كتمر من فوضى عارمه ومن كارثه بكل معنى الكلمه، غادي يكون الحل الوحيد امام العسكر بقياده خالد نزار اللي كان كيشغل وزير الدفاع انذاك هو انهم ينحيوا شادلي بن جديد اللي صافي فقد الثقه ديال الشعب بصفه نهائيه ويجيبوا شي حد اللي باقي فيه النسمه ديال النظام والمقاومه والاستقلال، واهم حاجه هو انه يكون كينال الثقه والرضا ديال الشعب الجزائري. وطبعا ما غاديش يلقاو محسن من المعارض المنفي محمد بوضياف، وفعلا غيتصلوا به ويتفاوضوا معاه ويقولوا ليه
باللي البلاد بغاتك وهي في امس الحاجه ليك. بوضياف كان عارف ان العسكر ديال الجزائر هم واحد الناس اللي خباث بزاف وما يقد عليهم غير اللي خلقهم، وانهم بغاو يعملوا غير قنطره باش يهدوا الشارع الجزائري ويصلحوا الاوضاع ويطفيوا النار اللي كانت شاعله به الشعب انذاك، ومن بعد يعملوا له شي قالب ويصفيوه عليه. لكنهم مع ذلك كان كيشوف هذا النداء، هذا نداء ديال الوطن وماشي غير ديال العسكر فقط، وانه ضروري يلبي هذا النداء ويمشي يخدم بلاده ويصلحها ما امكن. بالرغم من ان الزوجه ديالو عرضات هذا الشيء هذا بالقوه، بل حاولت انها تتصل بالملك الحسن الثاني شخصيا وتطلب منه انه يتوسط لها في هذا الامر، لكن محمد بوضياف كان مصر في القرار ديالو. ومن بعد 27 عام ديال المنفى اللي قضاها في المغرب، غادي يرجع محمد بوضياف اخيرا للجزائر، والشاد لي بن جديد غادي يقولوا ليه صافحيا وغيقدم الاستقالة ديالو، وغيتم تنصيب محمد بوضياف رئيس المجلس الأعلى للدولة والرئيس الرابع لدولة الجزائر المستقلة، من بعد ما أدى القسم على الوفاء والتضحية ديالو في سبيل الوطن ومحاربة الفساد والمحسوبية وتحقيق العدالة والديمقراطية. لكن بوضياف غادي يكتشف من بعد أن المبادئ والأفكار والتوجهات ديالو كتختلف تماما وكتنافى مع الافكار والتوجهات ديال العسكر اللي ولا متغلغل ومتحكم في الدوله وفي جميع القطاعات ديالها، وغيبدا الخصام والتعارض بينهم وبين محمد بوضياف كيكبر اكثر من بعد ما منعوه انه يسافر للمغرب لزياره الاسره ديالو، خصوصا اننا في هذه الفتره هذه كنهضروا على الصراع المغربي الجزائري اللي كان في اوج العطاء ديالو. لكن محمد بوضياف كان عنده موقف مختلف، وكان كيطمح انه يشوف السلم والاتحاد بين هاد جوج ديال الدول، وان البدايه ديال هاد الاتحاد وهاد التلاحم بين هاد جوج ديال الدول ميمكنش تكون الا بنهايه البوليزاريو. لكن العسكر ما بغاش هادشي هذا وما بغاش هاد الصراع هادي سالم من الاساس. وفاش زاد الدفاع ديال محمد بوضياف على هاد الملف هذا، غادي تيقنوا العسكر انهم ما كانوش صائبين في الاختيار ديالو، وان بوضياف وبالافكار ديالو اللي كتناقض معاهم وقربوا للمغرب والملك المغرب اللي كانت كتجمعوا به علاقه طيبه غادي يجبد ليهم بزاف ديال المتاعب في المستقبل. وطبعا السبيل الوحيد باش ينهيو كاع هادشي هذا كامل راه في راسكم. وفي 29 يونيو 1992، وفاش كان محمد بوضياف كيلقي خطاب في دار الثقافه بعنابه، وعلى المباشر غادي يتم اغتياله من طرف الحارس الشخصي ديالو مبارك بومعرافي، واللي غادي ينسب نفسه من بعد لجماعه الاخوان المسلمين، وبحجه ان بوضياف كان كيعرضهم في بزاف ديال الامور، وانه كان جزء من هذوك اللي انقلبوا عليهم في انتخابات 1991، وما غاديش يجبد الحس ديال العسكر ابدا، بالرغم من ان كل شيء كان عارف انهم هما اللي صفوا عليه. وكانت اخر كلمه قالها بوضياف في هذا الخطاب هذا قبل ما يموت هي الاسلام، وما زال هذه اللقطه هذه متقابل الكاميرات اللي كانت كتسجل هذا الخطاب هذا الى اليوم. حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. الشهيد محمد بوضياف كان عارف ان المصير ديالو هو الاعدام، لكن مع ذلك قرر انه يرجع للجزائر، لانه كان كيشوف ان بلاده كانت محتاجاه في ذاك الفتره، وهذا هو المعنى الحقيقي ديال التضحيه في سبيل الوطن اللي للاسف خانوه العسكر والجنرالات. خدعوه. السيد كان شوف كان مريح في مرو كان لاباس عليه، كان يخدم في ليزين تاعو، عنده ليزين تقليديه باش نتفاهموا. في القنيطره. كاين ناس بزاف شافوها تقليديه ما كانش. جي انت يا تقول له ادخل وتزامش مليحه وسي فري ما كانش مليحه الجزائر انا ذاك فهمت. الكابيتال تاعك الجزائر تسحقوا كيما قبلهمش قالوا ما نجيش باسكو على بالك انت قبلت انت ما حبش يقبلهم قالوا ما نجيش. جماعه قالوا محمد انت واش داخل انت واش حتربح كي تدخل. هو على بالك كاينه واحد الهضره سمعناها يقولوا باللي السبب الكبير اللي خلاه اللي قتلوا السبه اللي قتلته هو يقولوا باللي يعني شوف هضره مش قادر نقولها بصح نقولها لك. قولها. قال لك باللي خان الجزائر للمروك. والله عيب عليهم حشومه عليهم. والله العظيم. والله حشومه عليهم والله ما يحشم. الصحراء الغربيه ودير لاطيني. يا ولدي ما كان يسحراني. يا ولدي شوف يا جماعه قتلتوه ما كان يسحراني والو البروبليم راهو الرشوه فهمت الحركه هذوما اللي حكموا البوفوار ديبي 62 فهمت جاي نقيهم كامل يحاسبهم هذه هي هذه الاقتيال تاعو هذا ما كان. حتى لهنا اخواني كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. طبعا ما تنساوش انكم تشاركوا معايا الاراء والتعليق ديالكم من تحت في مكان التعليق. ايضا ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذه الحلقه هذه مع الاصدقاء ديالكم
حتى انا كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.